من الصعب التكهن. في السابق كمان كان قد وصل الرئيس السوري إلى مرحلة خطيرة، ولكن فيما بعد استطاع أن يبقى. ولكن الفرق بين الماضي وما يحصل في الوقت الحاضر هو أن إيران يتقلص نفوذها في سوريا، وكذلك روسيا يتقلص نفوذها في سوريا. مسألة الحفاظ على النظام كما تعلم هو إيران وروسيا، هم الذين يحافظون على نظام الأسد، ولا أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بعمل عدائي ضد الرئيس السوري طالما أن روسيا هي التي تحميه. ولكن في جميع الأحوال لا أعتقد بأنه للرئيس السوري مستقبل، لأنه سوف يحاكم، الولايات المتحدة سوف تحاكم الرئيس السوري عند الضرورة، ولا أعتقد بأن لديه مستقبل أبدا. قد يضطر إلى السفر إلى بلاد أخرى للعيش فيها، ولكن ليس لديه مستقبل في سوريا.